قالت لجنة الأطباء المركزية في السودان إن 3 قتلى سقطوا في تظاهرات اليوم بعد أن أطلقت قوات الأمن السودانية غازات مسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في العاصمة الخرطوم. هذا رفضا للاتفاق بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك. هذا رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة. وانطلقت تظاهرات مماثلة في مدن سودانية أخرى وخصوصا في كسلة وبور سودان شرقا وفي مدني جنوبا. وكانت السلطات السودانية قد قطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة منذ الصباح وأغلقت الطرق المؤدية إلى الخرطوم ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها، كما عمدت إلى نصب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم لرصد تجمعات المتظاهرين.